النتائج اللي طلعنا بيها وعن هدف الايفنت بتاع النهارده. هنبدا ان شاء الله سيشن بالاستاذه اسماء. استاذه اسماء هتستعرض لحضراتكم الاجنده وهتقول لحضراتكم هدف الايفنت. واستاذه اسماء هي مديره الجزء الخاص بتطبيق نظام الاي دي ونظام اداره مكافحه الرشوه عقد المال. فهي هتستعرض لحضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اود ان ارحب بالساده الحضور اللي شرفونا في فعاليات حضور هذا المؤتمر اللي بيستهدف التوعيه بالمواصفه الدوليه الصادره من منظمه الايزو حول نظم اداره مكافحه الرشوه اللي هي رقمها 37001، واللي بنامل انها تكون اداه لتفعيل تطبيق الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه الفساد والمساهمه في تحقيق استراتيجيه تنميه مستدامه رؤيه مصر 2030. وانا كنت بشرف باني اتولى الامانه الفنيه للجنه الفنيه الوطنيه اللي بتستضيف الهيئه المصريه العامه للمواصفات والجوده، الامانه الفنيه واجتماعات هذه اللجنه بصفه دوريه، واللي كانت بتضم مختلف الاطراف المعنيه في عضويه هذه اللجنه من ممثلين لوزاره العدل، هيئه الرقابه الاداريه، الجهاز المركزي للمحاسبات، وبعض الوزارات زي وزاره التنميه المحليه واتحادات بنوك مصر وبعض الجمعيات الاهليه. وكان الهدف من هذه اللجنه هو ضمان صدور هذه المواصفه الدوليه اللي صدرت عام 2016 بما يتوافق مع التشريعات والقوانين المصريه ولا يضر بمصالح الدول الناميه بالتحديد اقتصاديا وتجاريا. وحاليا بتقوم الهيئه المصريه العامه للمواصفات والجوده من خلال هذه اللجنه باعداد مشروع المواصفه القياسيه المصريه اللي هي تم ارسالها لجميع الوزارات المصريه والاتحادات والنقابات لابداء الملاحظات عليها قبل اقرارها كمواصفه قياسيه مصريه بعد طبعا التوافق عليها وطنيا. وطبعا احنا بنستهدف من هذه المواصفه هو تقليل مخاطر الرشوه وممارسات اي ممارسات فساد داخل المنشات الوطنيه باختلاف انواعها. والان فريقي المهندس اشرف عفيفي رئيس مجلس اداره الهيئه المصريه العامه للمواصفات والجوده كلمته نيابه عن معالي السيد الوزير عمرو نصار وزير التجاره والصناعه.